يعني انا مثلا في حاجه لو انا عملتها الصبح بما ان احنا برنامج صباحي بنبدا يومنا تقفلني، وحاجه تانية لو عملتها تفتح اليوم مهما كانت الدنيا مقفله قوي. ايه بقى؟ ودي تنقلنا بقى لنقطه كمان تانية من الحاجات اللي احنا عايزين نقولها، انه الصبح لما بنصحى احنا عاده اول حاجه الناس تعملها بتبتدي تفتح الموبايل وبنسكرول من غير ما نحس على اي حاجه، انت فاهم؟ بتقعدي سكرولي مثلا، في ناس كتير بتعمل كده، وفي ناس فاول طبعا لو فتحتي مثلا ده في ناس اول فتح عينيها على طول والموبايل من جنبها تك تك. وبعدين عندنا عالم موازي يعني في ممكن تفتحي انستغرام تلاقي البهجه وتحسي الناس بتسافر وتفسح فتتخضي ان انت ما بتعمليش الكلام ده، فايه اللي بيحصل؟ او تفتحي الفيسبوك فتلاقي الناس كلها متضايقه فانت بسم الله الرحمن الرحيم، فالموضوع بيبقى بالنسبه لك اكستريم. وفي ناس تانية ده اللي انصحه بقى ان تبتدي يومك ما دام هنستخدم كده كده التكنولوجيا استخدمها صح. يعني اصحى الصبح عايز تسمع موتيفيشنال سبيكر اللي هم بيقعدوا يحمسوا، انا لازم قبل ما اروح التمرين وانا رايحه في العربيه ابقى مشغله حاجه زي كده اللي هو كيب جوينج وكملوا وتقدر ومش حاجات، انا ده مثلا بتنفع معايا. في ناس ممكن يبقى رمز ديني تسمع شيخ قسيس ايا كان واتس ايفر، في ناس ممكن تحب تسمع ميوزك معينه، فيلم وثائقي، حاجه يعني اي حاجه الصبح، خلي حاجه انت بالنسبه لك بتدخل يعني فكره حلوه وامتنان لليوم. طب لو انا بقى صاحيه وقاعده في البيت وولادي مجننيني وهيبداوا دراسه اونلاين واعصابي تعبانه، اعمل ايه؟ اعصابك تعبانه ادخل المطبخ اعمل ايه؟ ما فيش مكان ممكن استات على فكره يتفاشوا بيه غير في المطبخ يعني ده المكان الرسمي يعني. ما هو الفكره ان انا لازم من قبلها في حاجه بيسموها fill your cup. يعني بصي هقول لك على حاجه، طبعا اصحي الصبح ولازم تقعدي شويه لوحدك، ولازم تقعدي حتى لو هتتمرني 5 دقائق في مكان وتتمرني. ناس بتفتكر ان دايما التمرين هقعد انهج بقى ونفطس بقى، عارفه اللي بيجيبوا الناس على الارض دايما كده في السوشيال ميديا. ايوه فانا ممكن في مكاني يعني قعدت مثلا فور اكزامبل هعمل تمارين بطن. يا جماعه ركزوا، تمارين بطن مثلا وانا قاعده، يعني قاعده ظهري مفروض طبعا اول حاجه أهو. اوكي رجلي هتتفرد قدام، كعب رجلي يلمس كعب رجلي يلمس الارض، وبعد كده التوز طراطيف صابعي تلمس الارض بالظبط، يعني هطلع قدام شويه كده اهو بالراحه بالظبط، وترجع على طراطيف الصوابع، ده تمرين بطن. ايه ده مش مرهق خالص؟ وتحت اوكي، فرجلك تفضل طالعه ونازله. انا مثلا بعملها ممكن كمان مع انكل ويتس، يعني في ويتس بتتحط في الرجلين اللي عنده في البيت. لا مش متعبه على فكره يعني انا جربتها. بصي كده تتفرد وترجع تاني وترجع تاني بالظبط، فممكن اعملها، همسك ازازتين ميه وهبتدي احرك رجلي واحد كاني بجري اهو، واحد اتنين انت فاهمه؟ ده وانا قاعده الصبح بالظبط، واحد اتنين ده انت لو قفشه ما تقوميش يعني. كم در ما الغالبيه العظمى بتبقى قفشه ما بتقومش بالظبط. ف هعد قد ايه؟ كم يعني عد؟ مثلا هحسب مثلا دقيقه هعمل ده او مثلا 40 ثانيه واريح 20 ثانيه وبعد كده اعمل مثلا تمرين البطن فور اكزامبل، فاهمه قصدي؟ الصبح بالظبط. وبعدين بجد ده بجد بسألك حقيقي، يعني حد يقولك ده هيأثر على عضلاتي وفعلا بيجيب نتيجه؟ اكيد احسن ما هي راكده ما بتتحركش، ما يحصلهاش خمول، ما تبقاش قاعده ما بتتحركيش خالص، فده طبعا احسن بكتير، فاهمه قصدي؟ مش هيخليكي، مش هيعملك ترانسفورميشن، بس هيخلي عضلاتك دايما متحركه كويس قوي. فده طقس مهم الصبح لو انا لا هتحرك ولا هنزل اجري ولا هعمل اي حاجه. نعمل التمرينتين اللي احنا قلنا عليهم بالظبط. انا عايز اقول لك اصلا يعني خالتي كنت بستغرب زمان، هي لازم كان مثلا تقعد 10 دقائق الصبح، هي ما شاء الله يعني دلوقتي ما اعرفش عندها قد ايه، بس بقول ان هي منتظمه جدا، فرق جدا في صحتها، فرق جدا في شكل جسمها، هي عارفه صحيت الصبح ليا الخمس دقائق او ال10 دقائق بتوعي اتمرن وخلاص. فاحنا مش طالعين نجري يوميا. طب ال دايما يقول لك انه او 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 معظم اللي بيشتغلوا في التدريب اللياقه البدنيه يقول لك ان في مشروبات الصبح مرتبطه بالتمرين عشان تدينا احساس السعاده، هل ده حقيقي؟ لا مش احساس السعاده، بتديكي تركيز بس اكتر في التمرين، او بتعلي الهارت ريت عندك او ضربات قلب بحيث ان انت تقدري تبرفورمي او تادي كويس وانت بتمرني. يعني مثلا لو بتدربي حد مثلا تنصحيه، واحنا خلينا نتكلم اكتر شويه الصبح لان ده بيكون بدايه اليوم اللي هو بيقول لك يا هبدا يومي يا الا يومي قفل بقى معلش النهارده، يعني دايما يقول لك كده. وانا بعمل التمرينتين دول ايه اكتر حاجه ممكن لو انا بشربها الصبح هتديني هتظبطني؟ هي بتختلف من حد للتاني، عشان احنا برضو مش هقول حاجه بالنسبه للناس وكلها، انا هتكلم جنرال رول بس لا مش لازم تنطبق على الجميع. علشان افوق وابتدي ابرفورم كويس ممكن اخد مثلا مزايه كوبايه قهوه، مزايه وكوبايه قهوه وكوبايه قهوه بس، فكوبايه القهوه بتعلي التركيز وتعلي تخليني ان انا مركز ان اقدر ابرفورم حلو في التمرين، والمزايه بتديني الطاقه وطاقه سريعه، لان انا مش عايزه يعني ما ينفعش مثلا هاكل وجبه الفطار وانزل لان معدتك هتبقى اغلبها اغلب المجهود في جسمك شغال في الهضم.